السلام عليكم حبايبي. اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل اللقيمات او العوامات. هنا عندي 2 كوب طحين، هاي 2 كوب طحين و2 ملعقة اكل حليب باودر و2 ملعقة اكل نشا، هاي نشا، وعندي هاي الخميرة الخمرة ربع ملعقة أكل بيكنج باودر ورشة خفيفة ملح ونص ملعقة أكل شكر ومي دافي 1.5 كوب، 1.5 كوب مي دافي. صار عندي عجينة مطاطية وأحتفظ بيها إلى أن تختمر وبعدين نشكلها ونقليها. وأنا حضرت الشيرة 3 كوب مي و3 كوب شكر وعصرة ليمون، يعني 1 ملعقة شاي ليمون، عصير الليمون. هنا أخلطها زين، شوفوا بهالصورة. شوفوا هاي العجينة شلون صارت مطاطية، لازم تصير هيك مطاطية. راح اتركها تختمر، واستعملت طحين 0 طبعا، اسمه سبيسيال بالسويدي. نلفها زين ومن تختمر نقليها. تكون الشيرة بردت وهي اختمرت العجينة ونبدأ نشتغل بها. اختمرت عجينة اللقيمات، راح اقليها بهذا الزيت الغزير ساخن يكون. راح ابلل ايدي بهذا الزيت النباتي، ايدي 2 هم ابللهم. راح اخذ شوية منها وهيك اضغط عليها واشيلها واخليها بالزيت، هي راح تنتفخ وتكبر بهالصورة. شوفوا راح ارجع شوية ابلل ايدي بالزيت. هالصورة وعندي الشيرة صارت باردة، 3 كوب شكر و3 كوب مي ورشة هيل وعصرة ليمون، يعني ملعقة شاي. شوف هسان تقريبا هاي انترست الطاوة. وعندي هنا انا احضر دائما شفتير او شمشة اشيل بها اللقيمات وشمشة للشيرة، يعني ما اخلي هاي نفسها بالشيرة، ما يصير. شوفوا راح اطلع الشيرة حتى اخلي بيها اللقيمات. شوفوا شلون صير، شوفوا من تستوي هي واحدة تنقلب، بس مجرد احركها هيك تنقلب، لا تخلوها تنثقب لانه من تنثقب راح يدخل بيها الزيت. راح اطلعها واخليها بالشيرة واقدمها. شوفوا شكلها شلون صار ذهبي وحلو. هاي هي تطفو لي فوق ولهذا نسميها عوامات. شوفوا راح اخليها بهاي الشيرة الباردة بعدين اطلعها.
صار بهالصورة. ومن راح أقدمها راح أشوفكم إياها.